وأخيرا بعد 18 سنة من إصدار الجزء الأول الأيقوني من سلسلة مافيا، بنشوف الجزء الأول بنسخة الريميك، وهذه النسخة المحسنة طوروها من الصفر وحسنوا عوامل مختلفة فيها من أسلوب اللعب والتصميم العالم والقصة، بدون ما يختشون الأساس الرهيب اللي كلنا حبيناه مع الإصدار الأول. عرفنا من مقابلتنا مع المنتج بأن الفريق حافظ على كل معالم اللعبة المعروفة وأضافوا لها لمسات جديدة مثل تواجد مناطق مرتفعة ومنخفضة، بينما السواقة في اللعبة فهي تشبه مافيا 3 لكن عدلوها حتى تكون أنسب للفترة الزمنية حقت الجزء الأول. معمارية المدينة بشكل عام ما تغيرت كثير، لكن وضح المنتج لنا بأنهم نسقوها حتى تكون السواقة فيها سلسة، ورح تتواجد مداخل ومخارج انسيابية للاعب من وإلى المهمات. وقال المنتج بأن الدراجات النارية هي أحد الأشياء الجديدة اللي أضافوها وما كانت في الجزء الأساسي، وأي واحد لعب اللعبة الأصلية يعرف قد إيش مهمة القصة والأحداث في اللعبة. عشان كذا الفريق قرر بأنهم يقومون بتسجيل من جديد كل المشاهد السينمائية وأضافوا لها حوارات أكثر، وهذا على كلامهم يعطي عمق أكثر للشخصيات. هذا غير استعمال تقنيات الموشن كابشر اللي كانت شبه معدومة ذيك الأيام، وتقنيات مسح للوجوه تستعمل تقريبا 90 كاميرا حتى تأخذ تفاصيل وجه كل ممثل. وكرر لنا المنتج بأنهم كانوا جدا حريصين بأن القصة تكون قريبة من القصة الأساسية، فمثل الجزء الأساسي راح نشوف قصة البطل تومي من يومه سواق تاكسي ودخوله مع المافيا إلى ما يصير واحد من أهم الأشخاص في مافيا سالياري. وإحداث اللعبة بتكون في 1930 خلال الفترة اللي أمريكا كانت مانعة فيها بيع الخمور والمافيا كانت تتاجر فيها. الفريق حرص بشكل كبير بأن كل المهمات بتكون شيء ما ينسى، وكل واحدة منهم بتقدم لحظات مميزة. وفي هذا الاستعراض عطونا نظرة على أسلوب التصويب اللي يقدر يتعرف عليه أي واحد لعب ألعاب من هذا النوع، وطبعا مع تواجد الأسلحة المتعارف عليها في ذيك الفترة الزمنية مثل رشاش المافيا المفضل التومسون 1928 أو اللي يسمونه بالتومي جن أو الفرد المعروف باسم M1911. لحظات القتال برضو في اللعبة تحسنت أكثر من الجزء القديم، بحيث صار يمديك تتخبى وراء الصناديق، والصناديق اللي تتخبى وراها راح تتدمر بعد فترة، فهذا يخليك على أعصابك ولازم تفكر بسرعة في مكان ثاني تتخبى وراه. واللعبة بتوفر خيار أسهل للاعب حتى يركز ويعيش جو القصة بدون هم القتال، وعندك الخيار العادي اللي بيخليك تفكر متى تطب وتهايط على الأعداء ومتى تتخبى عشان تنجو بحياتك. المشهد اللي قدامكم بينتهي بهروب ملحمي من الشرطة ورح تحاول فيه تدمر سياراتهم، وهنا يبرز بشكل كبير مظهر اللعبة الجميل والمؤثرات الخرافية. وآخر المعلومات اللي أخذناها من المنتج هي أن اللحن اللعبة الأساسي المحبوب موجود، والفريق راح يقدم ألحان جديدة مستوحاة من الألحان الإصدار القديم للعبة. إذا حابين تعرفون معلومات أكثر تقدرون تقرون مقابلتي مع المنتج على موقع True Gaming. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الاستعراض، وإذا عجبكم لا تحرمونا من دعمكم باللايك ونشر هذا الفيديو. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.